لقاءنا التالي مشاهدينا مع مدام زينة قاسم، مؤسسة جمعية روتس فور لايف ووالدة طلال ابن 17 سنة اللي قضى بحادث سير أثناء توجهه على المدرسة بمنطقة الروشة من حوالي 8 أشهر تحديدا ب 19 أكتوبر سنة 2010. مدام قاسم، أهلا وسهلا فيك ومن عزيك مجددا. اليوم موجودة معنا لتخبرينا عن إطلاق جمعية روتس فور لايف، شو أهدافها وشو حبيتوا تقولوا من خلالها، والرسالة اللي حملكم إياها طلال وبالتالي أنتم حاملين لتنشروا رسالة توعية ورسالة صارخة لأذان المسؤولين المعنيين. رسالة باسمها يعني روتس فور لايف، يعني طرقات للحياة مش طرقات للموت. اسمها طلال قاسم فوند فور بوست اكسيدنت كير، يعني للعناية بالمصابين بحوادث السير من لحظة وقوعهم على الأرض بأول ساعات، اللي هي اسمها اور اوف تروما، جولدن اور اوف تروما، لحتى نحسن فرص النجاة والعناية والعلاج بالمصاب بأول ساعات الحادث وتخفيض الإعاقات. مدام، يعني قبل ما فوت بتفاصيل الجمعية وأهدافها والنشاطات اللي عم بتقوموا فيها، وكونسرت رح بيصير نهار السبت ب 25 الشهر بالمدرج الروماني بزوق مكايل، لما كنت تسمع عن حوادث سير ويروحوا فيها ضحايا شباب وصبايا وطلاب مدارس وجامعات، كنت تفكر بيوم من الأيام إنه ممكن هيدا الكاس تشرب؟ كنت أقول الله يساعد أهلهم، كنت كثير سكر عيوني وقول لا إن شاء الله ما، وصارت. ولما سمعت بخبر حادث طلال ومقتله، طيب خلينا نحكي شوي عن الجمعية. في عندكم يعني نشاط بيصير؟ هلا الجمعية رح تمول صف اسمه Advanced Trauma Life Support Course، هو صف كتير مهم بينعطى للحكمة الطوارئ والجراحين ليتعاملوا مع المصاب حسب منهج معين حسب الإصابة، وبالطوارئ بيوصلوا على الطوارئ، الحكيم بيعرف اكزاكتلي أي منهج لازم يتبعه بأول ساعة الجولدن أور، هيك ما بضيع وقته وما بيتمرن على المريض بالطوارئ، بيوصل المريض بيعرف تماما المنهج اللي لازم يتبعه. وهذا حسب كل حالة إصابة يعني بتختلف عن الثانية. أكيد إذا وقع من البلكون، أما إذا خبصته سيارة، أما إذا وقع من موتوسيك، كل منهج معين مختلف. وهيدا بدنا نوزعه على كل أقسام الطوارئ باسم طلال على كافة الأراضي اللبنانية، لحتى أي مريض بأي قسم طوارئ بلبنان يكون عنده زيت فرصة النجاة والحكيم يعرف يتعامل معه بأسرع وقت. هذا برنامج معتمد بالولايات المتحدة الأمريكية، كنت عم بتخبر. هلا وصل على لبنان بآخر 2010 ونعطى بشكل متقطع لأنه كلفته عالية. هو الصف بين 16 ل 20 حكيم. نحن أول صف بدنا نطلقه بأيلول لحتى الحكمة يتخرجوا يجيهم الشهادة، لأنه بيجيهم شهادة من أمريكا، American College of Surgeons في شيكاغو إلينوي، وفيهم يمارسوا فيه بعدين وين ما كان. رح تقوموا بعدة نشاطات أيضا لتمويل عدة مشاريع، منهم تمويل صف ATLC. ATLS هذا هو هذا اللي قلت لك عنه، اللي بيدرب الحكيم على منهج معين للعناية بالمصاب بحالة بلحظة وصوله على الطوارئ بأسرع وقت وحسب قواعد الصف اللي والمنهج اللي لازم يتبعه. بدنا نحكي كمان عن كونسرت رح بيصير نهار السبت، وفي له رمزيه هيدا الكونسرت لان طلال كمان له علاقه وكانه رح يكون حاضر نهار السبت مع كل الناس اللي جايين يحضروا. طلال بعت لي غنيه من الفنان الجيرينو قبل بالنهار بالتكست بالتليفون، اسمها ترينيتي. الغنيه هي غنيه بيقول لأمه قد ايه بحبها وقد ايه انت كبيره عنده، وهيدي يعني مثل رسالة وداع أنا بعتبرها، لحتى دايما أسمع الغنية كأنه هو عم يحكيني ويقول لي أنه بحبني. واتصلت فيه للفنان وجاي يغني الغنية ويعمل الحفلة يعني. يعني موجود بالمدرج الروماني بزوق مكايل السبت أي ساعة؟ الساعة 8 مع الفنان العالمي فوديل كمان جاي. وفي هيدي هي
طلال كان لازم يتخرج بـ7 شهر الماضي، بقى هي هدية التخرج لأصحابه وكل هالشباب. بكالوريا بيخلص النهار السبت، وهي كمان من يعني طيب مدام أدا بتحس أنه من الحزن قادرين نخلق فرح؟ يعني حزنك على غياب ورحيل طلال، انت وظفتيه لتخلقي جو من الفرح نهار السبت، وبنفس الوقت يعني تبعتي هيدي الرساله من خلال التكست مسج اللي بعت لك اياه طلال قبل بيوم من رحيله عن هالدنيا بفعل حادث السير والاصطدام. بدي اقول لك انه هي الكونسير احيا لذكر طلال اكيد، بس لكل مصاب وقع على الطريق مثل طلال، ولهالتوعية الشباب انه يحطوا طلال ببالهم لما عم بيسوقوا، انه فيهم اذا قرروا يسرعوا ويتخطوا القانون فيهم يكونوا القاتل اما المقتول. نعم. وفيهم يكونوا محل طلال اما محل اللي قتل طلال. معنا صور رح نشوف فيهم طلال وكمان يعني ضحيه جديده نتيجه حادث سير، هي سحر يوسف عامر بنت 12 سنه. هون بدي اقول انه باول السنه المدرسيه انقتل طلال، وباخر السنه المدرسيه انقتلت سحر يوسف عامر. نعم، عم نشوف هون هون وقتها ظهرنا طلال بدنا قانون سير جديد. هذا وقتها دولة الرئيس بري فتح لنا باب المجلس. نعم. وخلينا نتظاهر مع التلاميذ. صورتك مع طلال قلتي لي هو ابنك البكر. نعم. بعد عندك ثلاثة الله يخلي لك اياهم. نعم. هيدي الجمعية. شو كانت أحلام طلال؟ كان هلا لازم يروح على كندا. تكفي دراسته وتخصصه. نعم. هيدا شعار الجمعية وهيدي البروشور او الفلايرز للكونسرت اللي راح بيصير مثل ما قلنا نهار السبت الساعة 8، والكل لازم يجي لانه الكل بده ولاده يرجع يروحوا. نعم. من يظهروا من البيت ويرجعوا من البيت. نعم. قبل ما توجهي رسالة بدي اقول انه انقتل طلال اول السنة وانقتلت سحر باخر السنة، ورح يضلوا يموت 100 طلال و100 سحر اذا ما تغير القانون، واذا ما اجى هالقانون الجديد. وبدنا قانون، يعني بدنا قانون يحمينا مش يلغينا، وبدنا كلنا نكون تحت سقف القانون، ولازم ليكون له هيبه لازم يتطبق من الكل. وخلصنا بقى. نعم. هيدي الصرخه جسدتيه مدام باعلان رح نشوفه نحن وياكم، نرجع نتابع معنا حديثنا. طلال انقتل هو رايح على المدرسة. بدنا نحول موت طلال لفرصة للحياة للباقيين. خلقنا جمعية اسمها رودز فور لايف أو طرقات للحياة. هدف رودز فور لايف تخفيف نسبة الموت على الطرقات وتحسين طريقة العناية والعلاج للمصاب بأول ساعات الحادث. بدي أدعيكم على كونسير رودز فور لايف بـ25 حزيران على المدرج الروماني بزوق مكاية. كونسير رودز فور لايف هو مش بس ذكرى لطلال، بس ذكرى لكل واحد وقع ضحية على الطريق مثل طلال. كلنا بدنا طرقات للحياة مش طرقات للموت. يعني الله يصبرك والله يحمي الكل على الطريق. الله يحمي الكل اكيد. ما بعرف اذا هالشيء اللي عم تقومي فيه هو يمكن بشكل عزاء لغياب طلال او تعويض عن خسارته او يعني عدم كل مره بسمع انه حدا مات على الطريق كانه طلال مات عن جديد. نعم. بقى هي كمان مع صورة سحر يوسف. سحر بنت 12 سنة اللي ماتت كمان هي ونازلة من الاوتوكار لانه بدها ترجع على بيتها. نعم. وانقتل ثلاثة صدم بهالطريق بالبقاع بالبقاع الغربي. نعم. مدام بنهاية لقائنا يعني بعرف انه يمكن اللي حامل الجرح غير اللي عم بيشوف من بعيد حتى لو كان قريب، وخاصة قلب الام والبي والاخوة والاهل والمقربين. كنت عم بتقولي لي في عندك تمنيات بدك تحمليها للحكومة الجديدة، شو هي؟ بدي بقى تكون سلامة المواطن أولوية عندهم، ويمرقوا بقى هالقانون ويهتموا بشبابهم
يعني الطريق صارت عم تقتل قد اكثر من الحرب. كنا بالحرب نقعد بالملاجئ ونحتمي، هلا بس عم نطلب انه نحتمي بالدوله. نعم، بقى ان شاء الله الدوله تحمينا. ان شاء الله خير، وان شاء الله كمان انطلاقا من هالفكره او هالجمعيه تتحول كل طرقاتنا بلبنان الى طرقات حياه مش طريق للموت، وخاصه امام هالجيل الشاب اللي عندهم احلام كثير كبيره، وبلحظه طيش او بلحظه لا مسؤوليه عم نقضي على حياه شبابنا واولادنا. شكرا لك مدام زينه قاسم، شكرا. انا بحييك على اطلالتك معنا اليوم، بحيي فيك هالايمان بالدرجه الاولى، لان يمكن هيدا هو الملهم الاول والاخير لهالصبر ولهالقوه اللي عم تتمتع فيها اليوم. بعرف الحزن بقلبك، انما يمكن حبك لطلال حتى يضل موجود بكل عمل، بكل شاب وبكل صبي عم يتنقل على الطريق، كان سيرا على الاقدام او بسيارته، حتى يضل حي على طرقات ما بتامل نقله الحياه. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نتوقف نحن وياكم مع بريك، من بعدها منتابع استقبال ضيوفنا، لقاء مع الفنان عمر جاد، لقاء مع دكتور نبيل خوري، أيضا لقاء مع دكتور ألفريد كرم ليحكينا عن المتممات الغذائية، وختام برنامجنا لليوم مع باسكال اللي بتستقبل مثل كل أربعة خميس جمعة مايك فغالي. منشوفكم بعد البريك.